السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير حبايب قلبي. أدري إني قاطع المعذرة، شوية أشغال، إن شاء الله أنها ما تتكرر. اليوم جايب لكم مقطع مرة خفيف لطيف، تحدي بيني وبين الشباب. طبعا فكرة التحدي مرة سهلة، إحنا عددنا 4 أشخاص، كل واحد يكتب 3 عقبات. صح، انا وجاوب الموضوع، انا ماني عارف كيف اشرح لكم كذا، لازم اوريكم الشرح عشان تقدروا تفهمون. مره صعب اشرح لكم زي كذا. يلا، شرح اللعبه مره سهل. عندكم 4 كاسات وعندكم مجموعه اوراق، كل واحد ياخذ 3 اوراق ويكتب عقاب. يعني حيكون كم عقاب عندك؟ 3 عقبات. حلو، كل واحد يكتب عقاب ما يشوفه الثاني. بعد ما تكتبون العقبات نحطها بصحن، حنختار واحد فينا يختار من 3 من 4 اكواب. حنحط 3 اكواب فيها من العقبات، وحنحط من واحد من الكوبات مبلغ 100 ريال. رفعت كاسه، جاك حكم، تطبقه ويتصور. ان جاتك كان الحكم انا اللي كاتبه، حتى لو كان الحكم انت اللي كاتبه. حلو، طبعا انا معاكم حكتب 3 اوراق. حلو، إن طلعت 100 ريال تاخذها. إيش قلت لكم أنا؟ اكتبوا أي حاجة. إيش التطبيق ذي؟ ما هي سمبوسة هي. يا عيال من طول الحكم خليته صدري. انا عارف. كذا انا انتهيت ونبدا التحدي. الان القلم هو اللي يحدد اول شخص يختار بين الكاسات، حيكون اختيارنا للشخص عن طريق القلم. تمام، حنطرح القلم كذا، حنلف، واذا جاء اسبوع جاي. واذا جاء طرف القلم ده على اي شخص منا هو اللي حيختار. هو اللي حيختار. اسبوع عندنا والله عنده هو. اي تعال، اي جيب احمد، جيب اقباش، جيب اقباش والله. هو الحمر عمره ده اللي اغيه. اي احمد قفل عيونك، هذا قماش حق الشاشه يا ابوي. عيوني ما تشوف شيء؟ والله ماني شايف شيء. خلاص يلا اختار. يلا اختار. يلا بسرعه. يلا يا اقعد اقعد ريد. يا رب والله حكمي فايت. لا تمشط شعر واحد فينا وتغني. هذا انا كاتبه. ما عمره يعني انا اللي مسوي المقطع، وانا اللي بمنتج، وانا اللي جايب الفكره، وانا اللي مسوي كل شيء، وانا اللي بمشط، وانا اول واحد. يا حياتي الروح قلبي مجاني، نوم ولا يوم ولا حرتاح. هذه ينفع قدامه. زبط شعر، زبط شعر. تعال يا حبيبي خذ لي وروح، قلبي من شبابك روح، اللي فيني مكفيني. الله طيب. الحمد لله زبط شعره. ليش بوجهك تغير؟ حط لي مطاطات كمان. ربط لي ربط مش بتجي علي انا مشكلة.
ايه والله جات عليك قلت له انا عاود انا في حساب انا في حساب ممكن تاخذ ال100 ممكن يجي لك والله حلو ايه الحكم حق سبايك شلته ايه ايوه رميته خلاص يلا يا احمد اختار يلا سرعة 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 يلا 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 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عمي أبوك قال عدي داش اختار واحد منهم دقيقة تعال الحكم سوي ضغط 30 مرة هذا حكمي والله شفت كيف انك خفيف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة خليه ما يعرف يلا لا لا أنا فضحت كيف فضحت كذا يا أخي كذا طيب بس سوي اليوم والله ما سويت كذا كيف طيب يا مدرب كذا يلا بس انت خلي جسمك ارتاح ظهرك خليه مستوي خليه يلا عشرة يلا روح عشرة 11 12 هذا والله ما هذا خليه خلاص والله خلاص اذا حزني تعال يا شيخ كيف الضغط؟ مره نايس يا رجل بنقص اسوي اصلا الحين نبغى نغير فقره القلب يلا احمد يلا يا احمد يلا سانا بانا برضو قالا سندر بنتر بق بق يا بق هيا يا سلام يا حبيبي احس ان هذا حكم حق عبد الله مدري لا مو حكم ذا الحكم يقول عض نفسك مو بقوه يعني ايش الحكم عض نفسك يلا عض نفسك عض نفسك يا ابويا انا اول مره اشوف حكم زي كذا عض نفسك بس مو بقوه يعني مو بقوه عض نفسك حكم جميل بالله مره حلو عض حكمك يا ولد غيرك مدران لا خليك المدة 10 دقائق زي ما بقوه 10 دقائق 10 دقائق فلوت لحاله ذا 3 دقائق دقيقه دقيقتين 1 2 40 10 11 ثلاثة أربعة اختاروا يلا بسم الله عبد الله عبد الله أنا والله أنا أوه ياس ياس يا الله أنا أبغاك الأول عبد الله بإذن الله أمية لك أمية أمية يلا يلا يا رب هذا حسبك ازعف على بطن كيف ازعف ما يدري انه ازعف على بطن ما نشوف هذا الحكم الحكم يتنفذ حبيبي شوف عندي شوي الحكم مشية الجندي لا لا يلا 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 حق البومجي ايه اكمل انا اكمل الغرفة ايوه وانت ايش كمبر ولا جنبك ازعف صحيح شيء جيب له طريق جيب له طريق الا ناخذ شوي الا روح ارجع كمبر كذا هاي سلحفه مشلوله ما نشوف كذا سلحفه مشلوله هم احمد احمد مشيت الجند يا احمد ها مشيت الجند يا الله يلا مشيت الجند مشيت الجند لا 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 خلاص لا والله ماني راضي ارجع يا عبد الله ارجع ارجع يا جميع كمراني خلاص ارجع ارجع برا هذا الرجع يلا والله اول مره اشوف سحليه طويل يلا تعال تعال يا رب حكمي يطلع يا رب يطلع حكمي
خلاص الله يستر لي يجيب المية. يلا بسم الله يجيب المية. عايش اليوم روح يا اهلا جاهزة مية انا مبروك والله. ركز يا سير يا سير يا سير لا لا.